اهلا بحضراتكم من جديد. واستكمالا طبعا لاستعداد الفريق الاول لكره الطائره رجال بالنادي الاهلي، اعلن كابتن رؤوف عبد القادر المدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي التعاقد مع اللاعب الكندي ريموند. الحقيقه بعد ترشيحات من الجهاز الفني كابتن محمد مصطفى الحميد ورشح هذا اللاعب للتعاقد معه بالفور. كابتن رؤوف عبد القادر اتحرك وابتدت مفاوضات وحصلنا على توقيع اللاعب. الحقيقه كل ده بيجي طبعا في اطار توجهات مجلس اداره بدعم الفرق الحقيقه باكبر قدر من اللاعبين المتميزين عشان نرجع تاني ننافس او نفضل على قمه. مش تاني، الطايره طبعا متسيده الموضوع من زمان وحصلنا على الثلاثيه السنه اللي فاتت، ثلاثيه تاريخيه السنه اللي فاتت. الحقيقه ما كانش ينفع معانا اخبار كره الطائره دي لما يكون معانا الكابتن محمد مصطفى حميدو المدير الفني عبر الهاتف. اهلا بك يا كابتن محمد. كابتن محمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. طيب كابتن محمد مصطفى حميدو هيكون معانا على الهاتف. والحقيقه انا عايز اقول لكم انه كان في قصه لاختيار هذا اللاعب. كان في لاعب محترف قبليه برازيلي تم التعاقد معاه، وبعد ان وصل القاهره وتم اجراء الفحص الطبي عليه وبتاع لقوا الجهاز الطبي مشكله معينه. وده الحقيقه الاجراء المتبع دائما ابدا داخل جدران النادي الاهلي، انه اي لاعب يتم التعاقد معاه بيتم كشف طبي عليه جيدا، حتى لو اللاعب ما قالش انه عنده مشكله ولكن الكشف الطبي هو اللي بيقول. والحقيقه ما كانش ينفع نتكلم عن الاخبار دي زي ما قلت لحضراتكم لما يكون معانا كابتن محمد مصطفى حميدو من جديد. كابتن محمد اهلا بيك. اهلا يا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ طبعا يعني استعدادات قويه، ودايما الاخبار اللي بتجي لنا من الكره الطائره رجال دايما اخبار الحقيقه ايجابيه. كابتن كلمني عن الاستعدادات، المحترف الجديد، كلمني عن الدنيا ماشيه معاك استعدادا للموسم الجديد ازاي؟ والله بعد ما خلصنا الحمد لله الموسم اللي فات على خير وخدنا الثلاث بطولات، اديت اللعيبه حوالي 12 يوم اجازه وابتدينا تدريب من يوم 7/10، وتدريب كان عادي وتقريبا من اول 11 تقدر تقول كده احنا داخلين في معسكر مفتوح، يعني تدريب صبح وبعد الظهر استعدادا للموسم الجديد اللي هو يعني الله اعلم هيبدا امتى، لسه ما حدش عارف خالص، لان في جمعيه عموميه في الاتحاد لسه ما جاش اي حاجه عنها، لكن ان شاء الله يقال ان هو هيبتدي في نص 12، واحنا الحمد لله بنستعد بيه كويس. في خلال الاستعداد دوت يعني كنا كلمنا محترف من البرازيل كان ولد كويس جدا، لكن للاسف جات لي اخبار ان هو من خمس جهات مختلفه ان هو مصاب في ظهره، فاضطريت اساسا ان انا الغي الاتفاق وادور على حد تاني عشان بس ما اضيعش وقت، والحمد لله اتفقنا مع الولد الكندي وان شاء الله يعني هو ميزته ان هو شفناه في البطوله العربيه وكان ادى بطوله جيده جدا مع الاهلي البحريني. طب كابتن هو بيلعب في مركز اربعه مش كده يا كابتن؟ بيلعب في مركز اربعه. طيب هو يمكن دايما ابدا وحضرتك عارف الموضوع ده المحترفين بيبقى عندهم مشكله في الاستقبال شويه، يمكن حضرتك كنت معانا كذا مره وطبعا خبراء لعبه كانوا معانا كتير. الاستقبال اخباره ايه؟ هل يعني انت عارف انا بكلمك فنيات وحضرتك كنت معانا وعلمتنا بقى كل الكلام ده، الاخبار ايه؟ الدنيا هو احسن من يعني اكيد في الموضوع ده نتيجه ان حضرتك اخترته فاكيد هو احسن. انا اقول لك انا جبت السنه اللي فاتت محترف في الاستقبال 10/10 ما عجبش اللي بعض الناس يعني يعني حضرتك جيسون الكندي بتاع السنه اللي فاتت من منتخب كندا من العشره الاوائل على العالم، مستقبله بيطلع مش في كل ماتش مش اقل من 80% وعنده خبره وكل حاجه، وكان ولد كويس جدا لكن هو ما تاقلمش في ظروف عاداته غير عادات تقاليد يعني وما تاقلمش فيها. الولد ده الحمد لله الناس كلها شافته في البطوله العربيه سواء كان في الاستقبال والضرب حاجه ان شاء الله مشرفه، وان شاء الله يقدر يتاقلم. اهم حاجه المحترف ده عباره عن بني ادم بيتاقلم مع اللعيبه، بيتاقلم مع الناس، بيتاقلم بيعرف، المهم ان هو يعرف كويس جدا قيمه النادي الاهلي، لان انا الناس بتسال ايه هو النادي الاهلي؟ لا الناس كلها بره عارفه النادي الاهلي ايه، وبوكنا كلهم عارفين النادي الاهلي ايه، فهو عليه ضغط، لما بيبقى عليه ضغط ممكن جدا يغلط ده طبيعي، والمحترف بني ادم ممكن يغلط وممكن يبقى مضر، لكن ان شاء الله المتوسمين في خير باذن الله. يمكن يا كابتن احنا يعني سمعت او قريت خبر ان المنتخب الكندي كان استعان بيه في ليبرو يعني في مركز الليبرو، فده دليل ان استقباله كويس. انت بتتكلم على جيسون؟ بالظبط، يعني المحترف القديم كان بيلعب ليبرو، يعني قصدي اقول لك ان حضرتك في النقطه دي انت يعني بتحطها في الاعتبارات كويس جدا ان انت عايز، لان انا عرفت ان المشكله دايما ابدا بتكون في الاجانب. طب طمنا عليك يا كابتن، يعني صوتك شويه تعبان.
لا لا الحمد لله، شايف برد كده بس الحمد لله رايح التمرين ان شاء طب الله. الحمد لله، احنا بنطمن عليك وطبعا بنطمن على الفرقه وبنتمنى كل التوفيق يا كابتن ان شاء الله، وموسم يبقى رائع زي الموسم اللي فات. كابتن محمد مسال حميد والمدير الفني للفريق الاول لكره الطائره رجال بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا عبر الهاتف. الحقيقه لسه معانا اخبار ولسه مكملين مع بعض، اطلع فاصل ولكن بعد الفاصل هنستمر مع اخبار النادي الاهلي واخبار المحليه ايضا.